بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اليك يا من ترى الخفايا ارفع صوت صراخي ونحيبي وعويل فؤادي تقدمه اضعها على نار كرب نفسي الملتهبه. ثمرت شهوتي اضحيت عقلي المضطرب وأرسلها إليك في مبخرة إرادتي لتشتمها يا رحمن وتنظر إليها لأعلى أنها ذبيحة سمينة. مقدمة مع دخان كثيف فتقبل فقرات ابتهالاتي الموجزة برضا ليس بغضب. ولتكن هذه الأضحية الرمزية المقربة بقوة دهن ذنوبي الذي يسمنها هدية من القلب ترتفع من أعماق مشاعري من حجرتي المتواضعة لتصل إليك دون تأخير. وفي موقف دفاعي الممزوج بالتوسل أمامك يا قدير لا تجعلني مثل شعب يعقوب الجاحد إذ ما رفع يديه إلى العلاء كما جاء في سفر أشعياء ولا مثل ظلم بابل الذي بدا لك مدجرا وجاء ذكره في المزمور 72 لسليمان. بل خذني مثل بخور فواح لذيذ في الهيكل الذي جدد داود بناءه لإراحة التابوت الذي عاد من الأسري رمز روح الضائعة التي وجدتها من جديد. لكن صوتك الرهيب يوم الدينونة حين يدوي بشدة في وادي الانتقام يبعث في عوامل انفعالية مضنية تجعلني أشعر في داخلي بحركات مزعجة تهز كياني كأنها حشود مضطربة من ضمر الأفكار صالحها وطالحها تصطرع فيما بينها مسلحة بسيوف تقودني أسيرا إلى الموت مثلما حدث من قبل أن تحل النعمة. فإذا قرنا النعمة التي تنعم بها بولس المختار من بين الرسل بشريعة موسى لوجدنا خلاص المسيح هو الغالب. وبما أن يوم الرب قريب كما يقول الكتاب المقدس في ميدان يوشباط وسط الوادي الضيق وهي مسارح صغيرة لساعة الحق تمثل لي بالظواهر الدنيوية حياة الآخرة بكل بساطة وتقربني فوق ذلك من ملكوت الرب المتجسد الخالد حين يجدني محملا بديون كثيرة ثقيلة فيحكم علي بحكم أشد مما فعل فيما مضى ورفع يده وضرب الأدوميون والفلسطينيون وغيرهم من الأقوام الهمجية لأن عذابهم ذاك كان محددا بذنب. أما مصيبتي في ذنوبي فلا يوجد موعد محدد لانتهائها. آهي من فخي وهاوية لا مفر منها حسبما قال النبي صاحب الأمثال وصلا إلى بابي بهول عظيم. ورسما عليه عاري الدائم لذا يبقى عليك أنت وحدك صنع معجزة لإيجاد علاج ناجح كوسيلة لإحياء كل النفوس المعرضة للتوه والضلال. واغفر لنا حمدا لأمجادك السمائية ورفعتك الواسعة إلى الأبد آمين.